ما هي الرسالة التي أرادت فرنسا أن تصل بها من خلال مؤتمر قمة بغداد؟ وفرنسا هل تريد أن يكون لها حضورا وأن تكون لاعبا جديدا أو من ضمن اللاعبين بمنطقة الشرق الأوسط؟ هل تتمكن فرنسا من لعب هذا الدور؟ وأنت تتذكر ماكرون ما الذي وعد به عندما انفجر ميناء أو مرفأ بيروت وبالتالي انتقلت قصة إلى العراق؟ ما هي الرسالات المتوخاة؟ نعم، بالحقيقة فرنسا لديها طموح، وبالتحديد في الاستثمار فيما يتعلق بالطاقة بشقيها البترول وبالتحديد الغاز، وهي عضو في منظمة غاز شرق المتوسط التي مقرها مصر، ولديها تطلعات ولديها نوايا. ولكن كيف نستطيع أن نؤسس لأمن طاقة؟ طبعا ورد ذكر أمن الطاقة والأمن الغذائي في واحدة من هذه الأمور، ومنها قضية مكافحة الإرهاب. كيف تستطيع فرنسا أن تحقق منجزا في منظمة غاز الشرق المتوسط؟ بالمناسبة هي عضو في المنظمة وأيضا عضوا بوصفها جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، فهي داعمة وربما راعية لمنظمة غاز الشرق المتوسط. لكن أنا أسأل السؤال، وهذا الشيء عملي، منذ عام 2007 كان أكو استثمار فرنسي في بغداد، لا أكو معارضة إيرانية ولا أكو طموح تركي بموصل وكركوك في العاصمة بغداد. 2007 كان أكو مترو استثمار فرنسي في بغداد. عجزت فرنسا من 2007 إلى الآن وزيارات لشخصيات رفيعة أن تنفذ هذا المشروع. من الذي يعطل؟ من؟ إذا تدخل إلى في وقت الذروة، والعراقي في وقت الذروة تشوف أسوأ حياة عايشيها العراقيين في استخدام الطرق في العاصمة بغداد، اختناقات مرورية يعني تحطم نفسية الإنسان. طيب ليش من 2007 إلى الآن مترو بغداد معطل؟ ليش؟ هل بإرادة محلية؟ إذا إرادة محلية فالإرادة خائنة، طب من الذي سلط الخائن على مصير الشعب العراقي؟ وإذا بإرادة إقليمية، وأني أجزم أنه معظم أزماتنا في العراق هي بسبب الصراع الإقليمي، أما الإرادة الدولية فلها مصالح يا أستاذ ومصالحها كلمني ممكن أن تنسج مع العراق. لذلك يوم كلمني بوضوح تحرر العراق من داعش بوضوح قلنا من الضروري جدا أن نغادر التوازنات الإقليمية ولنبحث عن التوازنات الدولية. نعم.